فوت بالعاصمة ومباراة شباب لوزداد أولمبي المدية بعد ثواني من الآن فقط ضربة الانطلاقة. طبعا تحياتنا لكل متابعينا، تحياتنا لزميلنا سامي نور الدين لكل ضيوفه في البلاطو التحليل. المباراة ستنطلق إذا بعد لحظات في ظل عدم حضور أنصار شباب الوزداد بالأعداد التي كنا نتوقعها. أهلا مرحبا مصطفى. أهلا بكريم، جمهورنا الرياضي الكريم المتتبع هذه المباراة. هذه ثواني سيعلن الحكم عاشوري عن بداية هذه المباراة وبعد ذلك سندخل في التفاصيل. ينتظر الساعة الخامسة بالتمام والكمال، والآن ضربة الانطلاقة في هذه المباراة المفتوحة على كل شيء. شباب الوزداد يريد أن يؤكد ويخرج من دوامة البداية الصعبة، يريد أن يؤكد ما فعله في سطيف أمام الوفاق وأولمبي المدية. يقول عموش بأن فريقي غير محظوظ، يقول بأننا لعبنا مباراة كبيرة أمام المولودية ولكن الحظ خاننا. يقول لا تحدثون عن الانسجام، فالانسجام كان في مباراة المولودية وسأؤكده اليوم يا مصطفى يا مازن. نعم أكيد، بالرغم من أن النتائج ما راهيش تتبع أولمبي المدية لأن المردود في المباريات مردود لا بأس به، لكن نظن أنه في الأخير سوف نستنتج إلا نهاية إلا نتيجة المباراة والترتيب اللي راه موجود فيه أولمبي المدية. وشباب الوزداد اليوم في معقله بعد الفوز على دفاع تجنات، بعد المباراة الكبيرة أمام المولودية، بعد أن وقف الند للند أمام الكبير وفاق سطيف، يريد اليوم أن يظفر بالنقاط الثلاث، يريد أن يكسب الدعم المعنوي النفسي التلقائي ونسيان المتاعب الكثيرة والكبيرة التي لا تريد أن تغادر بيت شباب بالوزداد هذا الموسم. الأمل سيلعب اليوم أيضا من أجل روح فقيدهم الذي توفي منذ ساعات قليلة، عاشور يوسف، واحد من المسيرين المتميزين في فريق أولمبي المدية، غادرنا تقريبا منذ ساعة ونصف. الخبر نزل كالصاعقة على إدارة أولمبي المدية وحتى اللاعبين في غرف الملابس، لذلك يريدون اليوم نتيجة إيجابية ليهدوها لروح الفقيد. نعم، تعازينا الخالصة إلى أهل الفقيد وإلى أسرة أولمبي المدية بعد وفاة هذا عاشور يوسف. عاشور يوسف، نتمنى وإن شاء الله ربي يكون من أهل الجنة وإن شاء الله ربي يقبل إن شاء الله. آمين إن شاء الله. الكرة إذن لصالح فريق أولمبي المدية، محاولة البداية من الخلف للبحث دائما عن عداد في كل مكان، هو الذي يريد أن يربط الوسط بالهجوم والانطلاقة لشباب الوزداد والمخالفة. الشباب لما ترى يلعب وترى شتال وترى سلمي وترى بالغ تنسى بأن الفريق لم يحضر، تنسى كل المتاعب التي عرفها شباب بالوزداد في بداية هذا الموسم. الكرة عند شتال، التوزيع ناحية بالغ، ماذا يفعل بالغ؟ أراد أن يباغت خيطر بالرأس ولكن الكرة للأولمبي، يسترجع تريكات في الوسط، يقدمها مباشرة لحايس، واحد من الوجوه الشابة والوائدة في شباب بالوزداد. العودة إلى نساخ المخضرم، نساخ مباشرة لزميله كداد. بناء اللعب بهدوء برزانة من جانب عناصر شباب الوزداد. شتال أراد ثنائية ولكن ضاعت واسترجعت من أريات. أريات الذي يعرف البيت البلوزدادي جيدا، وعداد يستفيد من مخالفة لأولمبي المدية. المخالفة تنفذ بسرعة. الكرة عند برنان، برنان تريكات يطلب النساخ، يفضل من هناك زميله حايس ومباشرة التماس لصالح فريق شباب الوزداد. النوايا واضحة، سعيد حموش أمامكم على الصورة، لا يريد أن تتكرر أخطاء المولودية، لا يريد أن يلعب جيدا وينهزم. الكرة عند نساخ، نساخ، نساخ ماذا يفعل بالكرة؟ يحتفظ، محاصر من اللاعبين، الضغط من مطراني، كاد أن يرتكب الخطر تريكات، مطراني لا يستسلم، مزيان الياس يرسلها طويلة، بداية متكافئة بنزع هجومية من كلا الطرفين. أكيد الفريقين في
في بدايه هذه المباراه هذه يحاولوا أن يربحوا صراعات مهمه في بدايه المباراه، كذلك الاحتفاظ اكثر على الكره وعدم تضييعها، خاصه وان اللاعبين كذلك يحاولوا أن يكون عندهم الثقه في هذه البدايه. ماذا يفعل شريف الوزاني؟ هل يحب التحديات؟ هل يحب المتاعب والشباب؟ يريد ويحب الأهداف في الدقائق الأولى من المباراة، ولكن تدخل بوطواق وتدخل دفاع أولمبي المدية، تبقى عند سالمي، تبقى الكرة للشباب. التوزيع عرضية كانت سيئة، مع ذلك عادت المراوغة والكرة دائما بالوزدانية، محاولة الانطلاق والاعتماد على الأطراف. طبعا رضوان إنام كان صورة بي جي ام أفضل حتى نشاهد الصورة في وقتها، بينما شدال لم يتأثر ويقف ليواصل الحملة الهجومية، ويستفيد شباب بالوزداد من مخالفة، يستفيد الشباب من أول كرة ثابتة. والأخوة أمامكم على الصورة وجانب من أنصار شباب الوزداد ربما سيلتحقون بعد قادم الدقائق، ولكن كنت أتوقع أن يكون ملعب 20 أوت ممتلئاً آخره، لأن الشباب واللاعبين بحاجة إلى أنصارهم في هذه الظروف الصعبة المعقدة للشباب. شدال هو الذي سيتولى التنفيذ بعد لحظات هذه الكرة الثابتة. كثيرون من يجيدون التسديد بالرأس في هجوم شباب بالوزداد، كيف سينفذ شدال عالية؟ والدفاع يتدخل عن طريق سامير، ومباشرة إلى أول ركنية في المباراة لصالح شباب الوزداد. خيطر اليوم في مكان شيكر في محاولة كسب ثقة المدرب سعيد عموش. الكرة بالوزدادية صعبة، توزع في القائم الثاني، لم تخرج لأن النساخ يريد استرجاعها. تمكن النساخ رغم صعوبة الكرة، عاد إلى زميله عايز. الكرة بالوزدادية، الشباب يستحوذ على الكرة، الشباب يحاصر أولمبي المدية. بالغ يوزع كرة خطيرة في القائم الثاني، لم تخرج ولا التماس في نهاية المطاف. الشباب يهاجم على الجهة اليمنى ويهاجم على الجهة اليسرى، وبالأخوة في تنفيذ التماس لصالح شباب الوزداد. نفذوا لعبه مع شتال، ولكن دفاع فريق أولمبي المدية عن طريق باوش يتمكن من إخراجها. سامير في الوسط تلعب مباشرة مع رياض، الانطلاقة عن الخطورة ولكن تقطع في الوقت المناسب من بالأخوة. ريتم سريع في بداية هذه المباراة مصطفى. نعم اكيد، كل الفريق خاصة شباب الوزداد يحاول انه يستحوذ على الكرة ويستعمل سرعة بعض اللاعبين على غرار اللاعب بالغ شدال، وكذلك في الجهة اليسرى بورنان. نظن انه مطالب شباب الوزداد لرفع نسق المباراة لخلق بعض الفرص. يدرك بأنه لو يترك المساعات للأولمبي سيكون خطير مثل هذه الكورة. الكورة من أنقذهم هو كداد الذي تدخل في اللحظات الأخيرة قبل أن تصل الكرة إلى بالإعلام. من هناك كانت فرصة خطيرة للأولمبي. الأولمبي لن يبقى في الدفاع في هذه المباراة، ضيع الكثير من النقاط داخل أرضية ميدانه. إن زمام أمام مولودية بجاية، تعادل بعد ذلك أمام أمل عين مليلة، إن زمام أمام مولودية الجزائر، لذلك يريد أن يسترجع كل هذه النقاط التي أهدرها داخل الميدان من خارج ملعبه. ولكن اليوم سيصطدم حتما بشباب بالوزداد لا يريد ان يتعثر فوق ميدانه. الكره بالوزداد يا حايس، حايس ماذا يفعل؟ يعود الى نساخ، نساخ يرسلها طويلا لعيد بالغ. الكره العاليه صعبه على بالغ، لا يجيد اللعب كثيرا بالراس، هو فنان لما يوضع الكره على الارض. بولخ وسيدي بي، سيدي بي لتريكات، تريكات لسالمي، ماذا يفعل سالمي؟ يحتفظ بالكره، يقدم الكره لشتال، ضاعت وعادت الى سالمي مره اخرى. مهاري مميز، المميز سالمي، ولكن التغطيه الدفاعيه كانت حاضره في نهايه المطاف من بحري. تعود الى بولخوا من هناك، بولخوا يلعبها مباشره مع بالغ، تعود الى بولخوا مره اخرى، تردد وضيع الكره امام باوش من هناك. والانطلاقه من مطران الى عدادي، ذكيه رائعه من عدادي لسامير، يوزعها والى الركنيه. الاولمبي خط الى، يقول ضربه مرمى بعد هذه التوزيعه من عدادي. مباراة هجومية
من كلا الطرفين على طول الخط. أكيد شفنا المرتدة هذه أو الهجمة المعاكسة من أولمبي المدية، استرجع الكرة في وسط الميدان بعدما حاول شباب الوزداد أنه يوصل الهجمة إلى الأمام، لكن الهجمة السريعة هذه من عدادي وتمريرة عدادي إلى صامر وتسديدة هذا الأخير كانت خارجة عن الإطار. سي دي بي في الوسط طويلة نعيد شتال من هناك، التغطية الدفاعية من باعوش المتألق المتميز في دفاع أولمبي المدية. نستغرب سوء نتائج أولمبي المدية بالنظر إلى المهارات الفردية. الكرة إذا بالوزداد يضعت من تريكات مطراني لعدادي، عدادي يحارب لوحده في الهجوم أمام أربع لاعبين يستعيل عليه أن يمر، يستعيل عليه أن يمر، لم يجد المساندة اللازمة، حايز طويلة ناحية بالغ، هذه الكرات لبالغ في عمق الدفاع أولمبي المدية لا تجدي نفعا. عذاري 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 والراية مرفوعة، الراية مرفوعة على مطراني. طبعا لما نقول عذاري من أجل جمالية الصورة وليس لتحذير دفاع شباب الوزداد، نريد أن نستمتع بالأداب في هذه المباراة وكفى من كلا الطرفين. شتال من هناك يراوغ، شتال يجد سي دي بي، سي دي بي يغير تماما ناحية حايس من هناك، يراوغ الكرة يجد أمامه تريكات، التريكات لبرنان، برنان برنان والمخالفة بالوزدادية على الأطراف يلعب شباب الوزداد. هاي لعادة لوضعية التسلل مصطفى كانت واضعة، مطراني كان متقدما والحكم المساعد لم يتردد، طمان طبعا لم يتردد في الإعلان ورفع الراية. لا حكم ما يصفرش حتى يلمس اللاعب الكرة، لأنه شفنا اللاعب كان يعني في وضع التسلل في عدة أمتار. برنان ضاعت الكرة واسترجعت دادي ناحية مطراني، الكرة طويلة والتغطية الدفاعية ومزيان بشجاعة من دون تردد تخرج إلى التماس. سعد حموش على خط التماس بالأعصاب، شريف الوزاني بدأ يقلق منذ البداية، مباراة داخل مباراة يا رضوان على خط التماس، لن يهدأ اليوم لا سعد حموش ولا شريف الوزاني. كم يدركون بأن هذه النقاط هي غالية وعزيزة. بدأت الآن لغة الحسابات، بدأت المنعرجات من الآن مصطفى. أكيد خاصة من جانب الإحصائيات نشوفوا أن أولمبي المدية تلقى 10 أهداف، 10 ضعيف نعم في مجموع المباريات. أعتقد أنه كل نادي أو كل فريق أو كل منتخب يبنى على أسس دفاعية، وتغيرت في بعض الأحيان يعني السائدة ممكن جدا أن تأثر بعض الشيء على التنسيق مع المدافعين وحتى مع اللاعبين. هذا هو الخطأ الذي ارتكب على برنان، ينفذ بسرعة جدا من هناك، أراد أن يمر بطريقة فردية ولكن باعوش متميز دفاعيا وهجوميا. سي دي بي ومن استرجعها، الكرة ثلاثية متميزة بين عناصر شباب الوزداد، كسبوا الثقة عناصر شباب الوزداد بعد مباراة مولودية الجزائر وبعد مباراة الوفاق الصيفي بالدرجة الأولى رغم الهزيمة في اللحظات الأخيرة. عدادي ضعت الكرة استرجع برنان وضعت أيضا من برنان ولمس باليد، لمس باليد على بالعلام. سلمي سي دي بي، تريكات تريكات برنان، الخطأ من الخلف، الحكم يقول ليس هناك خطأ، تصل إلى مطراني، مطراني وحده معزول يبحث عن إثارة الخطأ، الخطأ يتوغل، لم يعرقل يقول عاشوري، لم يعرقل وتتعول هجمة معاكسة سريعة لي، يا 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 احتكاك، سلامات على بالغ، سلامات على بالغ، مطلق قوي بدنيا مورفولوجيا. ندري هذه الكرات العالية ناحية بالغ ما الفائدة منها؟ خلينا نعاودوا نشاهدوا اللقطة يا رضوان، خلينا نشوفوا يا مصطفى يا مازا، لأنه الصورة التي أعطيتها لنا يا رضوان فيها الكلام. إن أردت بعد المخالفة أفضل أن تكون الإعادة بعد المخالفة مباشرة لشباب الوزداد، أي إعادة لا هذه الإعادة للخطأ، لكن أريد لقطة سقوط
مهاجم أولمبي المدية داخل منطقة العمليات. الكرة لسالمي، سالمي 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 عالية، والدفاع يتدخل. بول طواقل طويل القامة والقوي مورفولو جينا هو الذي تدخل. الكرة لصلاح من؟ لصلاح عايز، لبرنان، برنان تريكات. العودة إلى كداد، كداد سي دي بي، سي دي بي في الوسط. ماذا يفعل سي دي بي؟ يلعب مع سالمي، انتشار جيد ورائع من عناصر فريق أولمبي المدية. الاستنتاج بشتال من هناك، شتال شتال يحتفل بالكرة. ممتازة هذه الكرة، ممتازة لبرن اللي لم تكن إلى فعلا لبرنان. التوزيع دعية بالغ، ولكن الدفاع تدخل عن طريق بن علي، أخرج الكرة، أرسل طويلة ناحية مطراني، ولكن تدخل الدفاع عن طريق كداد وقدمت الكرة مباشرة إلى نساخ. نساخ ماذا يفعل بالكرة؟ أمامه تريكات، تريكات يبحث عن الحل، يجد في الوسط مع سالمي. لم تتوقف المباراة ولم نتمكن من مشاهدة الإعادة. تصل إلى بولخوة من هناك، بولخوة ثنائية مع شتال من هناك، شتال رائعة ذكية، خروج الحارس خطر في الوقت المناسب. يلعب مع سامر بسرعة، سامر عدادي، سامر عدادي مباشرة إلى بحري، تعود إلى سامر، والمخالفة، المخالفة لأولمبي المدية. برتم سريع وبتكافف الأداء إلى حد الآن، صح. هاي اللقطة يا مصطفى يا مازا، شاهد معي. لا لا لعب الكرة، لا تركات، مس الكرة، لعب الكرة، مس الكرة. لا وجود لضربة الجزاء في هذه الكرة. طويلة لعية بالغ، بالغ أخطر فرصة لشباب الوزداد في بداية هذه المباراة. هو بالغ الذي انطلق وطلب في العمق، سدد تزة الشباك ولكنها لم تهتز مثل ما أراد أنصار الشباب. هكذا كان الترويض يا مصطفى، هكذا كان التسديد، وهكذا كانت جانبية مميزة وممتازة هذه الكرة. أنا بالغ، سفيان بالغ، طلب الكرة في ظهر المدافع ومن شعر الجهة اليمنى، أي ماهوش في محور الهجوم، لكن تسديده يعني لمسها بخارج القدم إلا وكانت يعني مباشرة في الإطار. سامير، سامير يوزع هذه الكرة، الدفاع يتدخل عن طريق الداد، وتبقى الكرة لشباب الوزداد الآن مع سي دي بي. الكرة السابقة هي التي يحبها نساخ، عفوا بالغ، وليس الكرة العالية التي لا تجدي نفعا إلا لما كان علي موسى هو قلب هجوم شباب الوزداد. حين كل كرة عالية كانت تهز مدرجات ملعب 20 أوت، وكانت تشبه الأهداف أو نصف هدف قبل أن تصل إلى رأس علي موسى. مطراني سقط على الأرض متأثرا بهذا الاحتكاك، والحكم يعود ليوقف المباراة. هاي الإعادة وهاي المخالفة فعلا كانت تقديم رجل في كان. أكيد أكيد هنا اللاعب كداد المس رجل، شوف شوف المس رجل اللاعب مباشرة المقارنة، بالمفروض مخالفة لأولمبي، مخالفة. هاي الإعادة اللي روعت أيضا، نتكلم على روعة من شتال. لا أكيد شتال يعني كانت عنده رؤية جيدة للاعب، يطلب الكرة يعني وراء المدافع، عفوا في ظهر المدافع، وهذا يعني امتياز مميزات اللاعب بالغ. والمعركة تتواصل على خط التمس. بالغ المهاجم يعني ماهوش مهاجم يعني صريح، لكن يعني يحب المساحات، يحب المساحات الفريق. كما نقولوا فيه كرة ضيعة فيه لاعبين ضيعين، لأنه شتال لما تتذكر بداياته مع اتحاد العاصمة، لما تتذكر مشواره بعد هذه الكرة بين عدادي، عدادي ويا لمطراني، مطراني سامير، توغل سامير، أراد التوزيع وإلى الركنية، إلى الركنية. قلت لما تتذكر بدايات شتال مع اتحاد العاصمة وبعد ذلك مع مولودية بجاية، تتوقع له مستقبل زاهر، وبعد ذلك لا أدري ماذا حدث لهذا اللاعب. ربما هي فرصة لبعث مشواره مع شباب الوزداد. بولخوة من هناك، تهتز المدرجات، تبدأ الأجواء الحماسية هنا في ملعب عشن أوت لتضفي جمالية أخرى على هذه المباراة. عددي في الوسط، يسترجع الكرة، طلبها مطراني، الصراع بينه، مطراني روض الكرة وسددها ولكنها لم تكن قوية.
نعم اكيد شفنا تمريره اللاعب وسط الميدان اللي يشوف مليح اللاعب عدادي بعد ما طلب الكره مطراني في ظهر عذرا يا مصطفى انطلاقه لشباب الوزداد كانت ثنائيه بين بالغ وجدال ولكن عطاها طلب الكره في ظهر المدافع لكن يعني الترويد تاعو ما كانش في اتجاه المرمى لو ترويد من شاف اتجاه المرمى اعتقد ان الكره كانت اخطر من هذه ترويد سيء والترويد يقولون في كرة القدم بأنه نسبته كم؟ 50% هدف لذلك روعة الترويد هذا جمهور أولمبي المدية الذي يبقى وفيا ويتنقل وراء فريقه في كل مكان وينتظر موسم لا في خطأ في خطأ على جمال بالعلام بعد ما اللعب والأخوة يعني حاول أنه يسترجع الكرة من الخلف من دون اهداف ولكن في مثل ما يقول مزيان اغيل في بعض الاحيان فيها صفر مقابل صفر ولكنه جميل نعم اذا 20 دقيقه جميله من دون اهداف لحد الان صراحه شفنا الفرص من هنا ومن هناك وكل فريق يعني المباراه مفتوحه وكل فريق يقدر انه يسجل هدف وعددي في تنفيذ هذه الكره الثابته لصالح فريق اولمبي المدية عدادي طويلة الدفاع يتدخل صامد هو دفاع شباب الوزداد كداد حاضر في الكرة العالية بقوة وركنية لأولمبي المدية الركنية لأولمبي المدية هل ستأتي بالجديد للأولمبي الجريء هجوميا تنفذ عالية ونصف عالية ولكن الدفاع بالوزداد يتدخل شتال أراد أن يراوغ أراد أن يروض أراد أن يلعب مع سلمي ولكن ضاعت تعود إلى سلمي الآن سلمي ذكي فنان هذا لا علاقة له بسلمي الفنان جلالي ولكن يبدو بأنه من يحمل لقب سلمي هم هكذا يجيدون كرة القدم كان ياسين وقبله جلالي والآن سلمي آخر رايع بالغ من منطقة ميتة قادر أن يفعل لك أشياء كثيرة صراحة حتى أنصار بلدية الجزائر يتساءلون ولا زالوا يستغربون كيف رعى بالغ وغادر بلدية الجزائر ولكن هذه كرة القدم الكرة لصالح الأولمبي مع سامير في الوسط معركة كبيرة والصراعات كما هي كثيرة وانطلاقة من باعوش الذي لم يصعد كثيرا إلى حد الآن بسبب تواجد بولخوة وكذلك شدال في رواقه سامير كرة في العارضة من سامير من دون انتظار أرسل قذيفة هكذا لما صعد باعوش القطر من الأولمبي أعلى سامير من دون انتظار ماذا أرسل وماذا أخرج من قدمه يا مصطفى يا مازن نعم هذه اللقطات كريم اللي يجيب الأهداف يعني بتسديدة بدون أنه يروضها حتى الحارس مزيان يعني بوغيتا من بهذه التسديدة لكن نظن أنه سامير معروف بالتسديدات القوية من بعيد يبدو أن مقاله سعيد عموش كان محقا يقول أن الحظ هو الذي عاكسني أمام المولودية واليوم يعاكس في هذه الكرة وأي كرة دعنا نستمتع بها يا رضوان بالرجل اليسرى كريم نعرفه أن سامير لاعب يمتاز ويلعب بالرجل اليمنى لكن تسديدته هذه كانت في الإطار وكانت قريبة على هدف من جانب أولمبي المدية قريبة رد على بالغ صعب اللقطة شوف روعة التمريرة أيضا لا ولو أن اصطدمت بالتريكات دون أن ينظر إلى المرمى يسددها وكأنه يملك أربع عيون في هذه الكرة إن نظر لما سدد الكرة والانطلاقة والمخالفة زيان ما قدر يدير حتى شيء في اللقطة هذه يا مصطفى يا مازال عداد الذي يعرف جيد الملعب عشان أوت لأنه لاعب في النصرية مباراة مفتوحة لكل الاحتمالات ستكون هذه المباراة مجنونة يا مصطفى نعم أكيد قلناها قبل دقائق أنه كل فريق قادر أنه أنا خطأ نعم خطأ على باعوش والحكم كان قريبا وعاشوري متميز إلى حد الآن أكيد حلال شقال بأنه أدار أربع مباريات إلى حد الآن ومن دون أخطاء مؤثرة نعم حتى الحكام مثل اللعبة لما يكونوا في بداية الموسم في كامل يقتهم ولا يرتكبون الأخطاء يكسبوا الثقة اللازمة وهذه مباراة لا تحتاج إلى أخطاء تحكيمية
لأن كل فريق يريد أن يخرج من الدوامة ومن عنق بعيدة في نهاية المطاف هذه الكرة. بعد ذلك فيها الخطورة وبعيدة. بعيدة وجانبية. كيف سيرد شباب الوزداد على استفزاز سمير منذ الأعضاء. الاستفزاز الكروي بين قوسين. بورنان لتريكات سمير يسترجع الكرة. عداد يراد البحث عن سمير ولكن تريكات هو الذي استرجع الكرة. دفاع وسط ميدان أولمبي المدية يضغط على حامل الكرة لمطراني ونساخ في نهاية المطاف هو الذي يروض الكرة ويتركها لمزيان. الضغط العالي من أولمبي المدية الآن. نعم أكيد أولمبي المدية نشوف في هذه الدقائق الكتلة صعدت نوعا ما وراهي تلعب يعني تحاول أنه تسترجع الكرات عاليا يعني الكتلة يتلعب بكتلة عالية عكس شباب الوزداد اللي يحاول أنه يستحوذ على الكرة ومرورا عبر الأروقة وين موجود اللاعب الأخوة وكذلك اللاعب حايز. طويلة ناحية مطراني وكذاب في نهاية المطاف متميزا. نعم طويلة أمامية ناحية بالغ والتغطية الدفاعية موجودة. التغطية الدفاعية متميزة من بولدوان مباشرة الى الركن لصالح شباب الوزداد. شباب الوزداد نعم للشباب ولشتال اعتقد او سلمي هو سلمي من ينفذ القصير المكير في هجوم شباب الوزداد عاليه والدفاع دفاع اولمبي المدية لا يريد ان يرتكب ويعيد ارتكاب اخطاء مباراة مولودية الجزائر لان الاهداف التي سجلت كانت غريبة. بورنان يضيع الكرة والمخالفة للاولمبي ولبوطواك. زميلنا نور الدين زودنا بالكثير من المعلومات والارقام يا مصطفى ولكن لا نملك حتى الوقت لذكرى لان الريتم هو هكذا ريتم سريع من كلا الجانبين الكره لا تتوقف وهجمه بهجمه من كلا الجانبين. عادل وعمروش ليس عادل وشقيقه على خط تباس المدرب السابق لمولودية الجزائر وجمع بكأس الجمهورية للطاقم الفني الموسع لشباب الوزداد. هذا هو الطاقم الفني الموسع لشباب الوزداد. لا أحد جلس إلى حد الآن منذ بداية المباراة لا سعيد عموش ولا شريف الوزاني مسك من القميص على مطراني. نعم يا أبو الأخوة مسكته وعرقلته المخالفة شرعية. على ماذا يحتج أبو الأخوة؟ والله ماهوش سنشاهد الإعادة لنتأكد. نعم نشوف الإعادة. لا. لكن المس اليد تاعو المس اليد ولكن لم يكن مسك بالقميص. نعم ماهوش بالقميص. نعم كنت أرى الكرة الأولى نعم. بأنه مس. صحيح. مفاجئ الأولمبي المدية في بداية المباراة ولكن الشباب وهكذا تألم أمام دفاع تجنانت كان منهزما وقلب كل الموازين في نهاية المباراة. الشباب لا يؤتمن حتى لما يتعرض للضغط هكذا قادر في أي لحظة من اللحظات أن يعود ويفاجئ. لذلك لما تضغط على الشباب عليك أن تسجل وإلا تدفع الثمن كاش. لمن يبالغ بالغ لبورنان بعيدة على بورنان وتخرج إلى ضربة مرمى. طبعا الرطوبة عالية هنا في ملعب الشباب أكيد وحرارة خاصة الرطوبة أرضية وعشوشة بي اصطناعيا نظن أنه تأثر بعض الشيء على اللاعبين. طبعا الجو سيتحسن تقريبا في الأسابيع القليلة القادمة. الكرة مدية ولكن هذه الكرة أي كرة مباشرة إلى دفاع شباب الوزداد راح يخليها نساخ تخرج إلى ضربة مرمى حتى ينظم شباب الوزداد أموره. في خمس دقائق أصبحت هادئة.
اكيد اكيد على غير العاده اللاعب الساخلي اللي موجود في المحور في محور سبق ولعب دفاع نعم وتعدد المناصب ولكن هو مدافع ايسر اكيد في غياب اللاعب كنيش كذلك غياب اللاعب سيدريك او الحارس سيدريك من جانب اولمبي المدية وفي الجهه المقابله كذلك بعض الغيابات من جانب اولمبي المدية كاين لاعبين موجودين في دكه الاحتياط احسن هداف للفريق موجود في دكه الاحتياط اي تغييرات من طبعا سعيد حموشي الذي يبحث عن التوليفه اللازمه المناسبه وبعث المنافسه بين اللاعبين امر مهم جدا سمير بالراس نسخ لي زميله المتالق حايس شريف الوزاني يضبط الامور على خط التماس عنده طريقته الخاصه بالكوتشينج تشبه زيري بلال ايضا نفس النموذج يعيش ويعايش المباراه ملخو التماس البلوزدادي هدأت المباراة في انتظار أن تشتعل بعد لحظات تريكات لشتال الثنائية لم تمر تنظيم ومنظومة دفاعية مميزة من جانب أولمبي المدية إلى حد الآن الضغط العالي وجداري في خلق كل المنافذ أمام هجوم شباب الوزداد السريع والمتحرك على الأروقة سيدي بولخوا بولخوا ضاعت منه أرادها سريعة ولكن أطاعت استرجعها الأولمبي الضغط على كداد من عدادي تصل بالوزداد ديال المهارة الفردية ممتازة هنا الخطورة هنا الصعوبة فرصة كبيرة للشباب عن طريق برنان كانت التوزيعة وكانت الانطلاقة كالعادة من سلمي من هناك وضع الكرة فوق رأس برنان هكذا انطلق سلمي من هناك رفع رأسه وزع الكرة وضع فوق رأس برنان الذي لم يجيد وضع الكرة في الشمال نعم هنا الكرة العرضية من سلمي رفع رأسه وشوف في بداية اللقطة سلمي دار ترويض ورفع رأسه يعني شاف اللاعب برنان يطلب الكرة فوق رأسه يعني اللاعب لم يجيد ضرب الكرة كما ينبغي لو كانت خطيرة على الحارس وعدادي يسدد ولكنها تصطدم بتريكات وتصل سالة إلى مزيان الياس نسخ برنان صاحب الكرة الضائعة منذ لحظات سلمي كداد مباشرة إلى شتال شتال يروض الكرة يبحث عن الثنائية يجد المساندة من سلمي يعود إلى برنان ثم شتال صعبة خطيرة في التسلل في الراية 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 ولكن فيها كلام يا رضوان فيها كلام هذه الراية المرفوعة ولو أنه أعيد وأكرر بأنه في ملعب 20 أوت لا نملك الوضعيات من الزاوية مستحيل يا رضوان ولكن أرى لاعب أمامه يا مصطفى ما تقدرش تشوف هذه اللقطة لا تستطيع إن أمكن يا رضوان أن نشاهد اللقطة نشاهدها مرة أخرى أعيد وأكرر هذه معاناتنا في ملاعب لا يمكن أن نضع الكاميرا الخاصة بوضعية التسلل ومع ذلك سنحاول سلمي خطيرة لبرنان انطلق برنان ماذا سيفعل برنان ينتظر برنان أي سوء تفاهم وبينه وبين ايس ومع ذلك الكرة لم تخرج هنا سوء تفاهم للمرة الثانية ومع ذلك الكرة لم تخرج نفس اللقطة تسرع في هذه الكرة نساخ يغير الجناح بالغ لشتال لم تصل لانه في لاعب متميز اسمه بعوش من هناك سيدي بي
السالمي لم تمر الكرة، هل يسترجع؟ يسترجع ويروضها بالركبة وتبقى بالوزدادية مع شتال. شتال شتال يوزعها ولكنها بعيدة، بعيدة هذه الكرة. لما يتحرك الشباب بهذه الكرات السريعة الثلاثية الرباعية قد يجدون الثغرة في أي لحظة من لحظات هذه المباراة. نريد هذا في هذا الشوط الأول حتى نستمتع بشوط ثاني مجنون. مطران يرتكب الخطأ، مباراة أخرى على خط التماس. لم يتوقف لا سعيد عموش ولا شريف الوزاني. صعب 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 ما يعيش كلا المدربين في هذه الأسابيع. تريكيتا نساخة سلمي يطلب أبو الأخوة من هناك الانطلاق 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 بالوزدادية. توزيع بطاق يرتقي فوق الجميع ويتخلص من هذه الكرة التي تعود مرة أخرى، تعود إلى شتال. شتال ناحية سلمي من هناك، ماذا يفعل سلمي في مساحة ضيقة؟ قادر أن يفعل العجب، يوزع الكرة ولكنها لم تصل، لم تصل لا إلى بالغ ولا إلى برنان اللذان كان ينتظران الكرة في عمق دفاع أولمبي المدية. الآن تصل إلى بالغ، يروض الكرة بالغ ويستفيد من المخالفة. هذا ما كان يبحث عنه بالغ، يسترجع الكرة يستلمها ويريد أن ينفذها، يريد أن ينفذها. الإعادة واضحة. لا أدري يا رضوان إذا كانت لدينا لقطة هدف شباب الوزداد من زاوية أخرى إن أمكن. معليش يا رضوان، معليش، حتى بعد المخالفة، معليش الصورة العلوية، حتى نمنح الفرصة لمحللنا عبد الرزاق حلالشي في البلاطو من أجل الحكم على اللقطة إن أمكن. طبعا إذا هي كرة ثابتة لبالغ سفيان. كم سجل من أهداف بالغ مع اتحاد سيدي بلعباس في مثل هذه الأماكن في مثل هذه الزاوية. سيبحث عن رفع الكرة فوق الجدار. شريف الوزاني شاهد الكثير من الأهداف بقدم بالغ، يريد أن يشاهد الآن أغلى الأهداف. لم تمر الكرة يا بالغ ويا شريف الوزاني، واسترجع الداني ومخالفة ثانية. مخالفة ثانية يقول الحكم عاشوري لبالغ، وفي ظروف أفضل اقترب بمترين أو ثلاثة حتى تكون الفرصة أخطر بعد لحظات. قال تقديم الرجل هنا لا فيها، في اللاعبين قدموا رجل. هذه اللقطة هذه اعتقد انه يعني حسب رايي ما فيش خطأ على اللاعب. مصطفى ما سيقول؟ ليس هناك خطأ. شوف اللاعبين رفعوا. هل في هنا افضلية للمدافع او المهاجم؟ لا، هو اللاعب الاول اللي مس الكرة هو اللاعب وسط ميدان عدالي توفيق. نعم، يلا لقطة اخرى تحكيمية لخبيرنا عبد الرزاق حلالشي. إذا عنده لقطة ضربة الجزاء وعنده الهدف، إن شاء الله نشوفه بعد لحظات صورة أخرى حتى يحكم، وعنده أيضا هذه المخالفة. نساخ هنا وليح يسدد. نساخ عنده تسديدات أيضا قوية وسجل عديد الأهداف، وأمامه شتال. كيف ستنفذ؟ كيف ستنفذ؟ عاشور يريد احترام المسافة القانونية. ما فيش احترام المسافة القانونية، لذلك عاشور الكرة نفذت ولو أنه لم تحترم المسافة. لا، المسافة لم تحترم بدأت في هذه اللقطة. لا أدري الحكم عاشوري لماذا خلى اللاعب ينفذ المخالفة. كان المفروض أنه يعيد تنفيذ المخالفة أو ينتظر حتى نعم حتى الحائط البشري يعيد حسب 9 امتار و 15 لانه كان قريب جدا. لذلك في بعض الاحيان يقال بانه هناك حكام ربما لما يرتكب خطا يصلحوا بخطا. لا اقصد طبعا عاشوري، ولكن مما يقال في عالم كره القدم، ولو انه حتى زميل عبد الرزاق حلالشي بدوشكي شطرني الراي، الحكم
حتى وإن أخطأ لا يعود إلى الخطأ ويواصل المباراة بقناعته. وكرة ثابتة إذن أخرى لشباب بلوزداد، تعددت الكرة الثابتة. قد تكون هي الحل، حل من جانب شباب بلوزداد. هنا في الدافع، نعم في الدافع واضح من خلف من لاعب وسط يتحرك كثير بالغ، كذلك لاعب وسط ميدان لشباب بلوزداد لاعب الشاب لاعب سالمي كذلك لحد الآن قدم مباراة مقبولة جدا، حتى اللاعب المحوري كداد شفناه في الحالات الدفاعية كان يعني في المستوى. شدال يركز، شدال عالية والحارس خطر في المكان المناسب. لحد الآن من دون خطأ هاي اللقطة، لا غير واضحة. غير واضحة تماما للأسف. حسب رأيي كان متقدم، لا يمكن الحكم تماما. نعم لا يمكن الحكم على بنسبة 100%، لكن أنا اللاعب يتواصل بشكل عادي طبعا وصر هكذا، هذا ما نملك من صورة يا رضوان ليس للأسف، حتى هنا في المنصة الشرفية الكل يتكلم معنا بخصوص لقطة الهدف. مباشرة لسالمي، سالمي وإلى الركنية يستفيد منها بالغ قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول. الوقت يمر إذن 5 دقائق الأخيرة وركنية لبولخوة ولشباب بلوزداد عالية لم يتمكن منها بالغ، تعود إلى بولخوة مرة أخرى. ماذا يفعل؟ التوزيع ولكنها خرجت إلى ضربة مرمى. صالح دفاع أولمبي المدية، لاعب سلمي خرجت وعادت. خرجت واضحة. رطوبة هل عدت هنا في غرفة التعليق مصطفى؟ أنا ماشي الرطوبة، هي رطوبة وسط حرارة، رطوبة ولا حرارة. ولو أن الكثير من الملاعب ومسؤوليهم نحييهم على وضع المكيفات في غرفة التعليق لحد الآن. ظروف وجدنا في ملعب عمر حمادي، وجدنا أيضا في ملعب 8 ماي بسطيف مع غرفة تعليق متميزة بمكيف هواء، إن شاء الله أيضا نجدها في ملاعب أخرى. في ملعب 5 جويلة طبعا أمر طبيعي. وشريف الوزاني يستغل الفرصة، الحكم استغل سقوط اللاعب من اجل ان يمنح فرصه للاعبين من اجل شرب الماء، لانه اصطفى حراره والرطوبه تخلي اللاعبين نعم اكيد تراجع مردودهم، يتراجع مردودهم حتى يعني ارضيه الميدان وحشوشه اصطناعيه تاثر على اللاعبين حتى على السير الحسن للمباراه، لانه كره القدم كريم تلعب على العشب الطبيعي. عشب طبيعي مثل عشب ملعب أول نوفمبر بباتنا كان رائعا حسب ما ورد من معلومات بشركة جزائرية، صيانة جزائرية، تجهيزات فقط من ألمانيا، والتكلفة ليست بالكبيرة جدا 10 ملايير. وانطلاقة بلوزدادية والدفاع يروضها أو يخرج الكرة إلى التماس، يعني قادرين نحتفظوا بعشبنا ونلعب ونقدم كرة جميلة، ولكن للأسف الكثير من الملاعب نزعت العشب ولينا العشب للاستدعاء بعد هذه الكرة. ومزيان في المكان المناسب خيطر الآن مزيان حارس اليوم تغير حتى من خيطر إلى مزيان. شيكر وسيدريك اللي متعودين يكونوا حراس مرمى الفريقين. برنان
العرقلة. الحكم يقول ما فيش ولا خطأ، يخلي اللاعب يتواصل، والمخالفة هذه المرة على التريكات والعرقلة 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 على القائد تريكات. يطالبون بالإنذار وبالبطاقة الصفراء، يضغطون على الحكم عاشوري، ويحتج شريف الوزان على كرسي الاحتياط، يريدون البطاقة الصفراء. إنذار هنا يا نعم على بحري طبعا. بحري أعتقد أنه وصل متأخر، ها؟ كان متأخر، نعم كان متأخر، وصل متأخر، نعم حتى التدخل الوزدادية لشتل أو حيث هو الذي سيتولى التنفيذ. نفذ شتل، نفذ بالغ، نفذ نساخ، نفذ مسالمي، ولم يأتي الجديد. بيضاء الكرة الثابتة لا تستغل بشكل جيد من شباب، ولا كرة ثابتة استغلت من شباب. صحيح كلام، شفنا عدة كرات لم تكن ملعوبة كما ينبغي، خاصة وأن اليوم الكرة الثابتة هي 50% أهداف لما تكون يعني مصنوعة كما ينبغي. نظن أنه شباب الوزداد يضيع هذه الكرات هذه اللي تقدر يعني في بعض الأحيان وين الدور عليه في مع سير المباراة. و دقيقة فقط تفصيلنا عن نهاية الوقت بدل الضائع، الحكم أضاف دقيقتين. شوط أول على فترات، فترة مثيرة، فترة متكافئة، وفترة هادئة مصطفى. أكيد شفنا بداية قوية للفريقين سواء للشباب حتى لأولمبي المندية في الأوقات القوية من جانب شباب الوزداد. شفنا بالغ ضيع فرصة، كذلك اللاعب سامير، وفرصة وخطيرة هذه الكرة لصالح فريق شباب الوزداد، آخر فرصة ولكن الدفاع تتعول إلى هجمة معاكسة من عدادي. عدادي وصل، لم تخرج الكرة. عدادي، عدادي ماذا يفعل؟ يبحث عن المراوغة لكن التغطية الدفاعية التغطية الدفاعية رائعة. المخالفة ونهاية الشوط الأول حتما بعد ثواني بعد تنفيذ المخالفة من كدادة، وربما فرصة أخيرة لشباب الوزداد بعد صعود سيدي بي. سيدي بي مباشرة إلى شتال. حكم عاشوري يعلن عن نهاية هذا الشوط الأول بتعادل سلبي منطقي بلا مغادرة لأرضية الميدان في الشوط الأول، وضربة الانطلاقة في هذه الأثناء بالذات مع أولى الكرات من جانب شباب الوزداد. وشتال طويلة ولكن مباشرة إلى أول ركنية سريعة، بالغ يصفق ويريد أن يشجع زملائه في بداية هذه المباراة. كما قلنا الكرة الثابتة لم تستغل في الشوط الأول، هل ستتغير المعطيات في هذه المرحلة الثانية من مباراة السيربي وأولمبي المندية؟ نفذت خارجة تماما هذه الكرة، نفذت بطريقة سيئة، مع ذلك تسترجع من جانب شباب الوزداد. نسخ عادة إلى الوقت تماما. الكرة عند شتال الآن، ماذا يريد أن يفعل؟ المراوغة، التوزيع، والدفاع الأولمبي يبقى صامدا إلى حد الآن مثل ما كان صامدا في الشوط الأول من المباراة. يبدو كما قلت يا مصطفى أن الأولمبي سيركن إلى الدفاع في هذا الشوط الثاني، ولكن الوقت طويل 45 دقيقة. صحيح كريم، لكن عنده الإمكانيات اللي تخليه أنه يلعب على المرتدات. أنا شفنا عفوا ذيك احتياط لاعبين اللي عندهم السرعة على غرار اللاعب عبد الحفيد وكذلك اللاعب شكريت مسجل. شكريت يعرف جيدا هذه الأرضية. أكيد أكيد لاعب نصر حسين داي عنده السرعة، يقدر يعني إقحام هذا اللاعبين ويلعب على المرتدات. لكن في جانب مقابل شباب الوزداد كذلك عنده ذاك الاحتياط وين يقدر أنه يكون هناك لاعبين آخرين مثل اللاعب جمال رابطي في
التنشيط الهجومي متلعب بشو اللي عنده كذلك السرعة. قدم مباراة جميلة أمام بارادو. صحيح صحيح. الكرة بالوزدادية الطاولة ناحية بالغ، التغطية الدفاعية موجودة في نهاية المطاف، تسترجع من بالعلام وانطلاقة من باعوش لأولمبي المدية. لما يصعد باعوش تأتي الخطورة من جانب الأولمبي، الحكم يقول ليس هناك أي شيء، مطراني لا يصدق، وكرة أولى خطيرة لأولمبي المدية. لإعادة مرة أخرى الأولى يا مصطفى، يا مازبا حدث في هذه الكرة. لا ما فيهاش، ارمى روحه، لا ما فيهاش. كرة القدم، كرة القدم هي احتكاكات. انا شفنا اللاعب يعني غير حس انه فيه اللاعب راح يتفوق عليه، يعني سقط مباشرة. وهذا الشيء كرتين فوق ارضية الميدان، وفي نهاية المطاف الحكم لذلك وقف المباراة. من زاوية اخرى لا ما فيهاش، ما فيش رماره، لا ما فيش حتى شيء، ما في حتى شيء. كرة بين لاعبين بسبب تواجد كرتين فوق أرضية الميدان، وفي نهاية المطاف تماس لشباب الوزداد ولبولخوة. تنفذ ناحية بالغ، تبقى لشباب الوزداد تماس ثاني في نفس المكان. نفذ بولخوة إلى الركنية الآن، من التماس إلى التماس ومن التماس إلى الركنية، بعد أن تدخل اللاعب الذي شاهدتموه على الصورة داود. سلمي في تنفيذ هذه الكرة الثابتة، أو في تنفيذ الركنية. سلمي في القائمة الأول تقطع، ولا كرة ثابتة ولا ركنية نفذت كما ينبغي. الغير مفهوم كريم، كيفاش اللاعبين حتى الطاقم الفني ما يطلبش من اللاعبين انه يغيروا طريقه التسديد، يعني يلعبوها على مرتين. احنا شفنا كل الكرات على مره واحده، واي كره ما جابت يعني الاضافه. وانطلاقه، ولكن التغطيه الدفاعيه من كداد لنساخ. الاحتفاظ بالكرة من جانب عناصر فريق شباب الوزداد. سيدي بليك الداد الآن تصل الكرة، يتقدم بها، يرسل الطاولة ناحية بالغ، ولكن أمام بولطواق. لا أدري ماذا يفعل بالغ أيضا بهذه الكرة العالية. صحيح، أنا نشوفه بالغ، لكن هو يلعب في محور الهجوم كقلب هجوم، كقلب تقريبا، يعني قلب هجوم، ويتحرك يعني في كل الجهه، سواء على الجهه اليمنى ولا على الجهه اليسرى. انا الخطوره من شتال ثنائيه مع بالغ، ولكن كالعاده الاستماته الدفاعيه من جانب اولمبي المدية. تعود الى شتال، ست لاعبين تقريبا في منطقه ضيقه من جانب عناصر اولمبي المدية. غلق كل المنافذ بالاعلام، ينطلق ويستفيد من المخالفة. الإعادة للخطأ المرتكب على بالعلام. قرب الدائرة المركزية. سعيد حموش يضبط كل الأمور على خط التماس ويعيش المباراة مع لاعبيه. تحدي الآن نقطة ثمينة وغالية، ولكن الوقت لازال متبقي في هذه المباراة بين فريق سيعتمد على الهجمة المعاكسة وبين فريق بالوزداد. ينطلق هكذا شتال، وجد أمامه أربع لاعبين، تجاوز الأول والثاني ولكن ضيع مع الثالث. تسترجع والانطلاقة، الانطلاقة من شتال. شوف شوف لما يلمس توصل الكرة يلقى أمامه ثلاث لاعبين، لذلك الحل قد يكون هكذا على الأروقة مع سلمي. التوزيع وإلى أين؟ إلى ضربة مرمى، وقت يطالب في أنصار المنعرج بالركنية. أنا أشوفه من جانب استرجاع أو تحول من جانب أولمبي المدية يعود حتى ب 8 أو 9 لاعبين في الخلف مما يضيع الكرة، يعني عملية تحول تقام بسرعة من جانب أولمبي المدية عند تضييع الكرة مباشرة.
طاولة هذه الكرة. مطراني يصارع يصارع مطراني وارتكب الخطأ، يرتكب الخطأ على النساخ والمخالفة لصالح دفاع شباب الوزداد المتعادل سلبيا صفر مقابل صفر هنا في ملعب 20 أوت بالعاصمة. أولمبي المدية 4-2 في المباراة الأولى أمام مولودية بجاية، بعد ذلك فاز في بلعباس بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل سلبيا أمام أمل عميلة صفر مقابل صفر، ثم خسارة قاسية 3 مقابل صفر أمام المتميز أتلتيك بارادو، ثم هزيمة أخرى أمام أولمبي أو مولودية الجزائر اليوم تعادل سلبيا صفر مقابل صفر. يستضيف في الجولة القادمة دفاع تجنات، وبعد ذلك يستضيف أيضا مرتين على أرضية ميدانه سيستضيف الكبير وفاق سطيف ووضع التسلل على بالغ. بالغ هنا يحتاج عفوا على رفع الحكم المساعد للراية تاعه، لكن بالغ كان في وضع التسلل. لا نشوف اللقطة، كان في وضع التسلل واضح. بينما شباب الوزداد نازم مع البساط بثلاثة مقابل صفر أمام أمل عميلة، تعادل سلبيا صفر مقابل صفر أمام أتلتيك بارادو، وفاز على دفاع تجنت بهدفين مقابل هدف، تعادل أمام الجزائر صفر مقابل صفر، هزيمة بصعوبة كبيرة أمام وفاق سطيف ثلاثة مقابل اثنين، متعادل حاليا وتنقل صعب ينتظر في الجولة القادمة أمام شباب القبائل، وبعد ذلك يستضيف في كلاسيكو البطولة مولودية وهران هنا في ملعب 20 أوت بالعاصمة. عدادي في تنفيذ هذه الكرة الثابتة، عدادي عالي في القائمة الثاني وفوق العارضة الأفقية وضربة مرمى. صالح شباب الوزداد الكرة العالية لا يتفوق عليها اللاعب بالغ الانطلاقة من شتال، ولكن كالعادة التكتل الدفاعي. من جانب أولمبي المدية يصنع الفارق إلى حد الآن، ليس مثل بداية الشوط الأول، بداية حذرة لأن الأولمبي الآن أصبح يبحث عن نقطة التعادل في هذه المباراة، وإذ جاء الهدف من هجمة معاكسة سيكون المبتغى. تريكات سلمي، الحكم يقول ينفذ الخطأ في مكان وقوعه. انطلاقة بالوزداد الآن، تمريرة والتوزيع، لا هذه الكرات لا تجدي نفعا تماما، بالغ لا يستطيع مقاومة بولطوا هوائيا إن صح هذا التعبير. الانطلاق الان البلوزداديه من شتل، من هناك ماذا يفعل امام سلمي والمخالفه والكره الثابته الخطيره في مكان مميز للنساخ ولبالغ. نعم اكيد، ولو عمل برنان، نعم برنان مراوغه للاعبين لكن ارتكب عليه خطا. نعم تهتز الان المدرجات، تهتز مدرجات شباب بلوزداد، يريدون أن يدفعوا بفريقهم في هذه اللحظات الصعبة والحرجة. نساخ هو من سينفذ هذه الكرة الثابتة لأنها بعيدة، لأنها بعيدة، وأجوري يطالب اللاعبين باحترام المسافة القانونية. ماذا سيفعل نساخ؟ نساخ نساخ تصطدم بالجدار. اليوم المسافة لا تحترم تماما، حتى الخط اللي متعودين الحكام يعملوه اليوم عاشور ماهوش يعمل فيه. يعني الكرة لصالح الشباب، ولكن في لاعب ساقط على أرضية الميدان ستقدم له الإسعافات الأولية. أعتقد لعب هريات طبعا، والجولة القادمة ستكون جولة مثيرة. البداية يوم الخميس 20 سبتمبر اتحاد العاصمة أمل عين ميلا الساعة 7 يوم الجمعة، شبيبة القبائل شباب الوزداد على الساعة 5 أيضا، شباب قسنطيني يستقبل المتمرد كرويا خارج القواعد أتلتيك بارادو.
آل البرج يستقبل مولودية بجاية. نصر حسين داي، اتحاد بالعباس، دفاع تجنان، شبيبة الصورة، مولودية وران، مولودية الجزائر في قمة كبيرة، وأولمبي المدية الوفاق الصيفي. الوفاق لا زال إلى حد الآن في الريادة في انتظار أن تنتهي المباريات وفي انتظار مباراة مولودية الجزائر وشبيبة القبائل. أن الشبيبة بتسعة والمولودية بثمانية، وأيضا مباراة مولودية بجاية ونصر حسين داي لمعرفة ما يحدث في قمة الترتيب. الكرة عند سالمي، سلمي وزع دي الكرة ناحية بورنان من هناك إلى ضربة مرمى. بحري غطى الكرة كما ينبغي، وبورنان لم يتمكن من المناورة في هذه الكرة. بدأت تصعب الأمور وتتعقد أكثر على شباب الوزداد، لربما بحاجة إلى مهارة فردية من بالغ أو سلمي لصنع وشتال لصنع الفارق في هذه المباراة أمام هذه الاستماتة الدفاعية الكبيرة من جانب عناصر أولمبي المدية الذين عادوا تماما إلى الخلف. خلو مطراني وحده في الهجوم ينتظر أخطاء الدفاع البلوزدادي. بولخوة يرسل طاولة، يسترجع بعوش، يصارع مع سالمي، يتفوق بالإعلام، يسترجع سيدي بي، عدادي لم يتمكن منه ويستفيد من المخالفة في نهاية اللقطة. صراعات ثنائية كثيرة وريتم المباراة انخفض. نعم، انقص نسق المباراة حتى الريتم، وين مناش نشوفوا نفس البداية في الشوط الأول. لكن هذا واضح من جانب أولمبي المدية ويلعب بكتلة يعني منخفضة ويلعب على المرتدات والهجمات العكسية، وشباب الوزداد يحاول أنه يحتفظ الكرة ويمر عن طريق الكرات الهوائية إلى بالغ. والكرات هذه ضد يعني الشباب لحد الآن عرفوا قامة اللعب بالغ، حتى في الصراعات الهوائية ما يقدرش يأخذ هذه الكرات، لكن يبالغ في هذه الكرات هذه. لا أدري إذا لم يلاحظ شريف الوزاني وأن اللاعبين لم يستمعوا إليها في تغيير قادم. بشو عنده السرعة اللازمة على الجناح، قادر يكون في مكان بورنان أو شتال، ممكن يكون في مكان بورنان. سلمي، وأنا أيضا أذهب معك في نفس الاتجاه. انطلق الآن بالوزداد يتوزع لبالغ في نهاية المطاف. العرس خيطر يتفوق في هذه الكرة ويرسلها طاولة أمامية. لا أحد في الهجوم بالنسبة لأولمبي المدية. شتال يضيع الكرة، تسترجع بالوزدادية. تريكات، تريكات لم يجد المساندة، لم يجد المساندة لذلك. بحث عن الخط في هذه الكرة، تنفذ بسرعة من جانب عناصر شباب الوزداد. عاشوري لا يريد أن تنفذ الكرات بسرعة إلا بعد أن يعلن، أو سيذهب إلى التغيير. سنرى من يغادر أرضية الميدان. تركات، تركات يضحي بلعب وسط ميدان ويلعب ويضيف مهاجم هكذا. لا، راح يدخل لعب وسط ميدان سالمي إلى الوسط، تاركا الجهة اليسرى للاعب بشو. لا، عفوا، لاعب بشو يلعب سواء على الجهة اليمنى. دون نزعة هجومية وترك دون نزعة دفاعية. يعني الجرأة هجومية الآن من شريف الوزاني بعدما لاحظ عودة أولمبي المدية إلى الخلف. سيدي بي ينفذ هذه الكرة الثابتة العالية، مرت أمام الجميع وفي نهاية المطاف دفاع أولمبي المدية يواصل صموده، يواصل صموده تحت
التصفيقات عسى سعيد عموش وامام حيرة شريف الوزاني سيد طاهر. اتوقع سيناريو ما في قادم الدقائق، لا اظن بانها مباراه صفر مقابل صفر. في هدف من في تقدم من جانب حتى من خطط من الجهه التكتيكيه من جانب شباب بلوزداد، وين نشوفوا الان اربعه مهاجمين الكل في الكل من جانب شباب بلوزداد. ليس لدي اي خيار المدرب شريف الوزاني سوى هذه النزعه الهجوميه. تخلى والدفاع في نهايه المطاف، كل الكرات العاليه تفوق هو لصالح دفاع الاولمبي والمخالفه على باوش. تقديم الرجل اعتقد فعلا، نعم في تقديم الرجل على باوش كان من شتال، والكره الثابته الاولمبي ياخذ كامل وقته في تنفيذ هذه الكره. شريف الوزاني يحتاج، يدرك بانه يلعب ضد الوقت ويلعب ضد دفاع اولمبي المدية ويلعب ضد المعطيات الصعبه لشباب الوزداد وظروفه المعقده هذا الموسم. كالعاده الكره الثابته الكره العاليه الهوائيه كلها لصالح دفاع اولمبي المدية. سقطوا في هذا الفخ، سقط شباب الوزداد في فخ الكرات العالية، وهذه الطريقة اللي تخلي دفاع أولمبي المدية يلعب بأريحية كاملة عكس الكرة القصيرة السريعة. نعم أكيد أنا نشوف يعني قامة اللعب بالغ، حتى المهاجمين ما يحسنوش الكرات الهوائية، لكن نظر أنه مبالغة في التمرير الهوائي أو التمريرات العالية للمهاجمين، وهذا شيء يمشي ضد يعني معطيات المباراة وضد معطيات اللاعبين الموجودين من جانب شباب بلوزداد. الشباب مطالب بوضع الكرة على الأرض، لأن في الطرف الثاني أولمبي المدية يدافع بشكل جيد ككتلة دفاعية صلبة. سلمي عاد إلى مكان هريات، لم تصل إلى شتال، هذا ما يطلبه شريف الوزاني، يطالب بكرات سريعة بينية بين اللاعبين. شخريط سعد حموش يرد على شريف الوزاني، شخريط مكان بالإعلام يرد عليه بمهاجم سريع. يشبه شبان شخريط، نعم يشبه شبان في وجهه. نعم هداف الفريق مسجل 3 أهداف كريم، حتى اللاعب عبد الحفيظ اللي يعود تدريجيا في المنافسه بعد الاصابه موجود في دكه الاحتياط. لدي اوراق سعد حموش اكيد اكيد استغلالها. باوش أولمبي المدية يتدخل، فعلا أصبحت مباراة بين الهجوم والدفاع لحد الآن. شتال ممتازة ممتازة لبرنان، انطلق برنان يوزع، ولكن الدفاع حاضر، لم تصل إلى بش وإلى بالغ من هناك. سيدي بولد يسترجع، سلمي في الوسط الآن ممتازة ثنائية، المخالفة المخالفة المخالفة. أولمبي المدية غير ممكن أنه يبقى كل هذه المدة هذه وكل هذا الوقت إلى في الخلف. صراحة أستغرب. لا في خطأ في خطأ. خاصة وأنه يملك هجوميا المهارات، شفناها في الشوط الأول، خلق الفرص اللي كانت قادرة تقلب موازين المباراة. صحيح، لكن في الشوط الثاني شفنا الكتلة يعني انخفضت نوعا، أي تلعب يعني تقريبا في الخلف وتلعب على المرتدات، لكن على قد ما تضيعش الكرات لما تسترجعها. انا نشوف في كل مره اللاعبين يسترجعوا الكره لكن يضيعوها مباشره. هل سيغير شتال طريقه تنفيذ الكره الثابته؟ كالعاده كالعاده كالعاده
كل الكرة الثابتة سهلة لدفاع أولمبي المدية. عندك الحق، ولا مرة لعبوها على مرتين، على مرتين، يعني تغيير أو أعطاء فرصة أخرى للاعبين الهجوميين، حتى اللاعبين اللي يصعدوا نشوفوا اللاعب كداد عنده بنية مورفولوجية جيدة، يحسن اللعب بالرأس، حتى اللعب النسخ. قلت بأنه لما هاي بطريقة غريبة جدا نفس التسديد سهلة قدمها له، كان يتم تمريرها في حصة تدريبية لحارس المرمى، وحتى تموقع الحارس شوف دارك أن الكرة راح تسقط يعني في هذه الجهة، يعني تعود في الشوط الأول أكيد. ريتم بطيء في هذا الشوط الثاني عكس ما كنا ننتظر، كنا ننتظر الإثارة، كنا ننتظر الفرجة والمتعة. في النهاية أولمبي المدية لا يريد أن يخسر المواجهة، وشباب الوزداد لم يجد الحل بعد. انطلاقة من بشو، ماذا يفعل بشو أمام خمس لاعبين؟ لذلك عاد إلى الخلف، عاد إلى سلمي، ممتاز هذا التغيير، صعب كبيرة جدا. خيطر هو الذي أنقذ أولمبي المدية، كانت قوية ومنفذة كما ينبغي التوزيع، من روض الكرة، من سدد، وشتال سدد بقوة. الآن المباراة تحت أمطار غزيرة، بالغ إلى الركنية، هل ستتحرك المباراة مع هذه الأمطار الغزيرة التي تتهاطل على أرضية ملعب 20 أوت؟ يتحرك الكل، تتحرك المدرجات، نعم من بالغ ووصول في الوقت المناسب من المدافع، لكن الكرة الهدف اللي انقذها خيتر بعد تمريرة، هاي كرة لعب سلمي، كانت عنده رؤية جيدة من لعب بشو كان موجود على الجهة اليسرى، عمل ترويد بشو وليس شتال، بشو نعم. خيطر اعتقد مثل ما نقولوا بالعاميه راح يسمر بلاصتو، اكيد يعني تغيير المدرب لحد الان ناجح. الكره اذا لصالح شباب الوزداد، الانطلاقه، الدفاع الاولمبي تعود الى سلمي الان، شباب اصبح يعتمد على الكره السريعه القصيره، ولكن الاستماته الدفاعيه متواصله امام هذا المد الهجومي من جانب عناصر شباب الوزداد. الكل في منطقه اولمبي المدية، ولا احد في منطقه شباب الوزداد، وراء خط وسط الميدان. التوزيعة بعيده سهله بالنسبه للعرس خيط الذي يستفيد من المخالفه. كريم انا نشوفه دفاع ضد هجوم، دفاع اولمبي المدية ضد او هجوم شباب الوزداد ضد دفاع اولمبي المدية. خط وسط الميدان في اللقطه السابقه ولا لاعب خلف الخط، غير موجود. السؤال المطروح، هل بامكان اولمبي المدية الصمود كل هذا الوقت؟ اقول هذا الكلام لانه يملك الحلول على الاقل في الهجمات المعاكسه السريعه. نعم قبل ما توصل الى الهجمه المعاكسه، لما تسترجع الكره كريم على الاقل تبني الهجمه، ما تضيعش الكره، لانه تضيع كرك حاول تبذل مجهودات بدنيه لكي تحاول انه تسترجع الكره. هذا الشيء هذا يمشي ضد يعني اولمبي المدية لحد الان، ولكن النتيجه في صالحه اكيد. ونحن نلعب الدقيقه 70 امام 20 دقيقه من اجل الصمود، أو تقريبا 24، لأنه مجريات المباراة مع التغييرات قد ننتظر 4 دقائق على أو 3 دقائق على الأقل. الكرة إلى التماس لصالح باعوش، شريف الوزاني يريد الهدف بأي طريقة، هدف غالي. هذه المباراة الصعبة اللي زميلنا سامي نور الدين قال في البلاطو، الشباب لما يلعب امام الفرق الكبير يقدم مباريات كبيره.
ويتأكد اليوم. لا صحيح صحيح، شفنا شباب الوزداد بالرغم من المعاناة من لا نقول بأن أولمبي المدية فريق صغير، ولكن فريق اللي حتى عن صحة نوضح الأمور، لأننا الكثير لأننا عاطفيين في بعض الأحيان. قلت الفرق المتعودة على الألقاب شاهدنا مع مولي الجزائر ووفاق بوجه، وشاهدنا أمام دفاع تجنانت وأولمبي المدية بوجه آخر، حتى أمام نادي بارادو وين أدى لا يلام أول مباراة بالنسبة لي في ظروف صعبة. أكيد 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 مع كل الظروف، أعطيت لك مباراتين مختلفتين. صحيح كريم، مع كل الظروف اللي راهي في الفريق، لكن نظن أنه شباب الوزداد لحد الآن يقدم في مستوى لا بأس به. تحدى كل شيء شباب الوزداد هذا الموسم، مثلما يتحدى أولمبي المدية أيضا صعوبات بداية الموسم بفريق تغير كثيرا. الكرة أيضا بالوزدادية، بالوزدادية توزيع بعيد على بالغ، بالغ ماهوش لاعب اللي يسجل أهداف بالرأس حتى يتلقى هذه التوزيعات نقولها ونعاودوها، إلا إذا فاجأنا في لحظة من لحظات هذه المباراة. سلمي مع شدال أو بشو البديل، التوزيع كادت تفاجأ الحارس خيفر. هذه الكرات اللي يمكن حضور حضور ذهني وبدني من نعم كانت مشتل هذه الكرة. المسا على الحارس خيطر، الكرة أيضا زليجة كانت ساقطة إلى المرمى مباشرة. بولخوة في تنفيذ الركنية لارتباك داخل منطقة العمليات والمطالبة بشيء ما، وإلى التماس للصالة الأولمبية، ولا هجمة لأولمبي المدية ربما الآن في هذه الانطلاقة، ولكن الكرة خرجت، الكرة خرجت إلى التماس لصنع شباب الوزداد. سيكون ربع ساعة ساخن على دفاع أولمبي المدية. الانطلاقة الانطلاقة من جانب الأولمبي مع كرة مطراني لم تمر. انطلاقة وضع التسلل. هذه إعادة للمطالبة بضربة جزاء. أعتقد ماذا حدث؟ لا ما فيش لمس باليد. تغيير آخر في شباب الوزداد، ماذا يريد أن يفعل شيف وزان؟ نلعب بوسيليو. بوسيليو يدخل مكان شتال. قراءتك للتغيير؟ يعني تقريبا نفس التغيير، بوسيليو يقدر يلعب على الجهة اليسرى، وراح نشوفوا بشو يدخل مكان اللاعب اللي خرج لاعب شتال. تقريبا منصب بمنصب. في لاعب ساقط على أرضية الميدان تقدم له الإسعافات الأولية. سيد حموش لبس المعطف مصطفى. نعم شوف هذه اللقطة، غير واضحة، غير واضحة في هذه اللقطة هذه، لكن فيها احتجاج عند لاعبين شباب الوزداد في اللقطة هذه. طبعا قلت لك سيد حموش لبس المعطف، بعد الحرارة تأتي البرودة. طبعا يعيش المباراة، يريد نقطة في هذا الرهان الصعب. الفوز الوحيد في بالعباس أمام اتحاد سيدي بالعباس لحد الآن ربع ساعة من أجل نقطة التعادل. الانطلاقة البلوزدادية، الانطلاقة البلوزدادية التوزيع لم يتمكن منها، صعبة مفاجئة هذه الكرة بالنسبة للعرس، لا زالت الخطورة وإلى الركنية، كرة كادت أن تفاجئ الحارس خيطر. حكم رفع الراية في نهاية المطاف. عبد لطيف أعتقد للقادم من جانب أولمبي المدية. أنا
بالغ ما تمكنش منها بعد بولخوا بولخوا كادت تغرد كانت ارضيه وكانت مع الارضيه الزلجه الزلجه تمام. الحكم رفع رايه لما اللاعب الاخير يعني عاود رجعت له الكره وكان في وضعيه تسلل. انطلاقه انطلاقه فرصه ذهبيه لشخريط الذي كان امام الطريق مفتوح من اجل افتتاح باب التسجيل وقلب كل الموازين. صح اولمبي لمدية ماهوش محظوظ، الكره في العارضه وفرصه لشخريط وجه لوجه. اكيد 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 في لما تلعب خارج ميدانك كريم مش ممكن انه نعم مش ممكن انه تجيك 20 فرصه او 10 فرص، ممكن تجيك انه فرصه فرصتين على الاقل تضع واحده داخل الشباك. خاصه هذه الفرصه هاي الاعاده هاي الاعاده طريق مفتوح روض الكره رفع راسه سددها قدم الارتكاز كريم كان بعيد على الكره. شوف كريم قدم الارتكاز بعيد على الكره. شوف يا كريم كان بعيد على الكره والكره لمسها بخارج القدم. كان عنده حتى الفرصه انه يتوغل ويثير الخطا داخل منطقه العمليه. لكن اللاعب اللي كان قريب عليه تقيد دخول عبد الحفيظ مكان مطراني يعني منصب بمنصب تقيد منصب بمنصب. من 10 دقائق الأخيرة من عمر هذه المباراة الشباب لا زال يبحث عن هدف الانتصار وأولمبي لمدية الصامد وضيع فرصة كبيرة منذ لحظات عن طريق شخريط من أجل افتتاح باب التسجيل. سيدي بي في الوسط سيدي بي يقدم هذه الكرة في عمق الدفاع وخروج الحارس خيطر. إذا عاد الأولمبي بنقطة التعادل في هذه المباراة سيكون الحارس خيطر نصيب كبير في هذا الإنجاز بين قوسين. مزيان يرسلها طويلة أمامية لبالغ الذي لم يفز ولا بكرة عالية أمام بلطواق وابن علي أيضا الكرة تصطدم بأحد المدافعين ولكنها سهلة بالنسبة للحارس قيطر. سيناريو ينتظر الفريقين في العشر دقائق الأخيرة، هل هو سيناريو بلوى ازدادي أم سيناريو الفرح بالنسبة لأنصار أولمبي لمدية؟ كل شيء ممكن في اللحظات الأخيرة من عمر هذه المباراة الغامضة في أطوارها. وانطلاق الآن من بولخوا يوزع ناعية بالغ يدور بالكرة يسدد ولكنها عالية عالية من بالغ طار بالكرة وسددها ولكنها لم تكن منفذة كما ينبغي افتقدت إلى الدقة اللازمة. سيدي بي قبل خروج الكرة يسترجعها سالمي ولكن عدد والذي انطلق لعبد الحفيظ عبد الحفيظ الكرة لصالح الأولمبي هريات يغير الجناح تماما تسترجع بالوزدادية ولكن في خطأ. هذا الريتم قادر يغلطك في أي لحظة. نعم أكيد وريتم المفاجآت. أكيد أنا شفنا شباب الوزداد في الشوط الثاني عدا اللقطة الشخريط الأخيرة سيطر يعني بالطول والعرض لكن دون الفعالية. هاي الفعالية تخص يعني شباب الوزداد لحد الآن وفي المباريات السابقة. أمام دفاع تجنت أيضا عانى كثيرا ولكنه في نهاية المطاف فاز. الأولمبي اليوم يكشف عن استماتة دفاعية كبيرة. برنان التوزيع في القيمة الثانية الدفاع دخل لا زال الخطر بالوزداد ولكن قوي هو دفاع الأولمبي. يسترجع الدادي تصل إلى شخريط شخريط ماذا يفعل تباطأ شخريط مرر لعب الحفيظ
ماذا يفعل؟ يعود إلى شخريت، شخريت لعدادي، عدادي تركوه عدادي وعيدا وسدد ووضع في شباك. قلت لك يا مصطفى يا مازا بأن هذا الريتم ريتم المفاجآت، قلت لك بأن كل شيء ممكن في هذه المباراة، ولكن حدثني عن دفاع شباب الوزداد، لماذا تركوا هكذا عدادي وحده؟ لا ماهوش غير عدادي، حتى عبد الحفيظ لما استلم الكره يمد الكره يعني في ظروف جيده الى صخريت، صخريت كذلك بيدوروا دون مراقبه يمد الكره كذلك اللعب عدادي. شوف شوف وقوف وقوف كلي، ما في حتى لاعب يدير ضغط على حامل الكره ولا يغلق يعني المسار التسديد. شوف كريم ما في حتى لاعب، والكره كانت ارضيه يعني، ولما تلمس الارض زيت تولي سريعه جدا. شوف مع الارضيه الزلقه، نعم كان عنده كل المتسع، لا احد في طريقه، لا احد في طريقه. وشفنا في ظروف مثل هذه في محور المرمى يعني اي لاعب يقدر يضرب الكره، ما نقولوش تدخل الى المرمى لكن تكون على الاقل مؤطره. أولمبي لمدي هدف مقابل صفر، سعيد عموش إلى حد الآن يكسب الرهان هنا في معركة تكتيكية كانت كبيرة بينه وبين شريف الوزاني الذي لم يجد إلى حد الآن الحل، وجمهور شباب الوزداد لا يستسلم فوق المدرجات، لا يستسلم فوق المدرجات، يريد أن يدفع فريقه في 7 دقائق الأخيرة المتبقية من عمر هذه المباراة. الناحية المعنوية هدف بردك مصطفى، مباراة تكتيكية بامتياز خاصة من جانب أولمبي المدية. يعني الآن ندرك مدى قوة هذا الفريق أولمبي المدية، صحيح أنه تلقى عدة أهداف ويؤدي في مباريات في المستوى لكن النتائج لا تتبعوش، لكن اليوم شفنا أولمبي المدية من ناحية التكتيكية فريق منسجم في كل الخطوط. علي هذه الكرة الدفاعي دخل، لا زال الخطر بالوزداد ولكن المخالفة لصالح الدفاع الأولمبي، يقول الحكم عاشور أو المساعد طمان. لعية شخريط الانطلاق والمخالفة لصالح دفاع شباب الوزداد، أرفع الراية لا كان عودة من وضعية التسلل، انطلاق الآن من بورنان والتباس لصالح شباب الوزداد. تعود إلى بورنان، هنا اللي قلت لك الهدف يبردك ويفقدك أعصابك. أكيد أكيد من الناحية المعنوية بعد ما تلقوا لاعبي شباب الوزداد الهدف ارتبكوا نوعا ما وفقدوا التركيز. ما هوش هذا الشيء اللي مطالب من اللاعبين لأنه المباراة ما زالها في وقتها، وقادر يعني شباب يغير من النتيجة. وانطلاقة أخرى بالوزدادية، التوزيع العالية وصعبة والدفاع في نهاية المطاف يتدخل، كانت مرتدة من الحارس وعبد العفيد ينطلق وسيدي بلا يقوى عليه، يواصل عبد العفيد مرة أمام الأول مرة أمام الثاني وسلمي من دون خطأ، سلمي من دون خطأ، عاد واسترجع الكرة وأراد بعث هذه الهجمة المعاكسة السريعة. الشباب بحاجة إلى السرعة الآن، بحاجة إلى عكس الهجمة، ولكن أمام هذا التجمع الكبير من عناصر أولمبي المدية صعب جدا أنك تخترق الدفاع. بشو بشو أصبع على الجهة اليمنى بحثا عن المساحة بحثا عن الطريق. تكتيكيا سعيد حموش تفوق لا صراحة أنا أشوف أقول الحقائق كما هي، والمساحات لعية بالغ وفيها الخطأ يقول حكم عاشور. نعم لاعبين تاع أولمبي المدية ما تركوش المساحة، أنا أشوف صعوبة من جانب لاعبي شباب الوزداد لبناء الهجمة، مرغمين على اللعب العالي اللعب الهوائي، وهذا يمشي في صالح المدافعين، المدافعين خاصة بولطواك وكذلك بن علي الموجود في محور الدفاع. إعادة للقطة الأخيرة والرأسية
الشباب سقط في فخ الكرة العالية مصطفى. تغيير آخر آخر أوراق لعب المدرب شريف الوزاني. جمال ربطي التغيير آخر التوجيهات التي يقدمها المدرب شريف الوزاني. طبعا المباراة الأخرى في بجاية لازلت نتيجة متعادلة 0-0، وعلى الساعة 7 مباراة نادي بارادو بوليو دي طواران، وعلى الساعة 8 شبيبة الثورة أمام شباب أهلي البرج. كاد يكون الخطأ في دفاع شباب الوزداد أثر عليهم الهدف كثيرا من الناحية النفسية من الناحية البسيكولوجية. حتى الجمهور واقف الآن، قليل من يغني الباقي ساكت وحاير في هذه البداية، بداية الموسم الصعبة جدا لشباب، ليست فنية ولكن صعبة من ناحية المشاكل الإدارية. المشاكل الشباب لا يموت، هكذا يغني أنصار الشباب، والشباب لا يموت فعلا، ولكن بوقفة الرجال وكرة خطيرة صراحة مؤسف ما يحدث للشباب الوزداد في بداية الموسم. أكيد أكيد مشاكل يعني راهي موجودة واضحة، يعني عفوا يعني تعود من ناحية المعنوية، تأثر من ناحية المعنوية على المجموعة، لكن نظن أنه شباب الوزداد يقدر يخرج من هذه الوضعية هذه الصعبة، لأنه فريق صراحة فريق كبير وعنده يعني جماهير اللي راح تمشي معاه حتى لن يتركوه وحيدا كما يقول أنصار ليفربول. والأولمبي أولمبي المدية في أصعب الأوقات يتمكن من فرض منطقي لحد الآن. الانطلاقة، التغطية الدفاعية موجودة، وإلى ضربة مرمى، كرة مهمة من ناحية البسيكولوجية في هذه اللحظات بالذات من المباراة، آخر مباراة لعبت بين الفريقين هنا في ملعب 20 أوت، انتهت بالتعادل السلبي 0-0. الآن الأولمبي متفوق وتغيير، ماذا تقرأ في التغيير وماذا يريد أن يفعل؟ خروج اللاعب سامير اللي أدى مباراة مقبولة جدا، وكان قادر في الشوط الأول أنه يسجل هدف لولا الكرة رائعة جدا. نعم لولا الكرة العارضة. لكن نظن أنه تغييره بوسالم هو كذلك تغيير تكتيكي، نشوف بوسالم معني أكثر بالاسترجاع ومعني أكثر بعملية التحول، لأنه كل سيدافع في اللحظات الأخيرة في الوقت بدل الضائع. سنرى كم سيرفع الحكم الرابع بعد لحظات. خيطر الذي أدى مباراة في المستوى وصنع الفارق رفقة عدادي لحد الآن، وشباب الوزداد لا يريد أن يستسلم قبل صفارة النهاية، على الأقل تعديل النتيجة. بالغ دائما معزول بالغ، لم يجد لا المساحات. 5 دقائق يقول زميلنا التقني حسين، نحيوه بالمناسبة ونحيو كل الفرقة التقنية التي تخدمكم على المباشر بقيادة المتميز رضوان، سميها هكذا رضوان، فضل هكذا حاج رضوان، حاج احمد رضوان، التسميه الكامله لمخرجنا المتميز والهادئ. اعاده للانطلاقه في خطا، نعم رسوم متاخر، كره ضيعه في التسرع من جانب عناصر شباب الوزداد، كسرهم الهدف، هدف عدادي.
لما تكون تعاني من الضغط ولما تعيش كل مشاكل نهاية الموسم أو بداية الموسم. هي هكذا، مع ذلك كرة القدم لا تعترف بالمنطق تماما. الكرة إذا لصلاح شباب بالوزداد، أرضية وسهلة بالنسبة للحارس خيطر. ثلاث دقائق ونصف قبل نهاية هذه المباراة التي يكسب فيها إلى حد الآن الريان أولمبي المدية بفضل عدادي وبفضل الحارس خيطر الذي كان ورقة رابحة بالنسبة للمدرب سعيد عموش، الذي أعيد وأكرر قال بأنه لا تحدثونني مرة أخرى عن الانسجام. الانسجام بدأ في الفريق، بدأ من مباراة مولودية الجزائر، وجئت إلى ملعب 20 أوت من أجل الفوز، هكذا قال قبل بداية المباراة. وإلى حد الآن كسب الريان أسعد الأنصار المتواجدين هنا في ملعب 20 أوت، وأسعد الأنصار مدينة وأبناء التطر الذين يتابعون هذه المباراة معنا على المباشر على الجزائرية الثالثة. سيدي بي بشو، وكأن الشباب استسلم، وكأن الشباب استسلم، المفروض انه يضغط في الدقيقتين الاخيرتين ويلعب كل شيء، ومخالفه وكره ثابته. يحتج سعيد عموش بشده على هذه المخالفه. لا فيها مخالفه، فيها مخالفه، يعرف بانها الكره الثابته هو مفتاح هذه الوضعيه الصعبه. اكيد اكيد تقدر تكون الكره الثابته، يعرف قيمه خطورتها. ونحن في نهايه المباراه، لاعبين يفقدوا التركيز و بدنيا مرهقين. هو شريف الوزاني اليوم لم يفهم ما حدث، ولكن الأكيد أن سعيد حموش كان أفضل منه تكتيكيا. تتنفذ عالية، والدفاع، الدفاع هو الذي تدخل في هذه المباراة. الأولمبيك كانت لديه ثقة لدى مسيريه ولدى طاقمه الفني قبل المباراة رغم الخسارة أمام المولودية. ثقة تجسدت فوق أرضية الميدان اليوم، والشباب في آخر الكرات، في آخر الكرات، في آخر المحاولات من أجل التعديل. والأخوة يتقدم بالكرة، الاستماتة، استماتة أولمبي المدية تتواصل. عدادي أراد أن يبعث بهذه الكرة لعبد الحفيد، ولكنها تقطع لتتحول الى الهجمه بالوزدانيه. الشباب في اخر الكرات، الشباب في اخر المحاولات، وفوق العارضه الافقيه التسديده. فوق العارضه الافقيه قبل 30 ثانيه من نهايه هذه المباراه. مباراه تفوق فيها سيد حموش تكتيكيا، الشباب هاجم، صنع ما صنع من الفرص، ولكن الكلمة الأخيرة عادت للأولمبي. أكيد أكيد، شفنا شباب بوزداد كانت عنده بعض الفرص في بداية الشوط الأول، حتى في بداية الشوط الثاني تسديدة بشو أخرجها الحارس خيطر، لكن من ناحية الذكاء والتكتيكيا لقيت أنه الأولمبي المدية كان أحسن، خاصة في الصراعات، في التغييرات كذلك، جابت يعني الإضافة. ونهاية المباراة بفوز فريق الأولمبي المدية بهدف مقابل صفر، الهدف سجله عدادي. شكرا لك مصطفى مازا، شكرا لمخرجنا حاج أحمد رضوان، وكامل زملائنا التقنيين.